ناطرين هذا الانتصار من 8 سنين. بعد 8 سنين حكمه الى نهايه بطوله الدنيا لكره السله. صح 8 سنين. وانا بقول لك من هون وهلا انه هي بس هيدا البدايه ونحن في كتير اشياء جايه. نحن هلا طبعا هيدا الانتصار اعطانا زخم اكبر واقوى. رح نكون اقوى ورح نكون موجودين بكل الاستحقاقات والانتصار. جمهور حكمة اليوم ملأ المدرجات بقاعة أنطوان شويري بغزير. اليوم واضح الإدارة هدفها ترد النادي إلى مطرح ما هو لازم يكون فيه. نعم هو صار النادي مطرح. شكله لجيبسون. شكله لجيبسون. طبعا هذا بطل. اليوم جمهوركم أكثر من سعيد أكثر من مبسوط. رجعتوا لديتوا له الفرحة. بس انت مدمع. في دمع بعيونك. لا مش مدمع بس بدك فيني اقول اني مدمع. بس لا مني مدمع. ساعتك اليوم الى نهاية البطولة قديش اليوم نادي حكمة عنده هدف يرجع يحرز لقب البطولة او قديش قادرين ترجعوا تحرزوا لقب البطولة؟ احنا هذا هدفنا هو البطولة. طبعا رح نشتغل. احنا عارفين انه هلا بعد عنا نقص بعد عنا شغل كتير. هلا بس نحن اليوم بدنا ننبسط والشغل نرجع نبلشه بكره. بس بقول لك شيء الحكمة رجعت حكمة على السكة والحكمة راح تنتصر. بلشتوا شغل على السنتين القادمتين بلشتوا توقيع. طبعا هذا معنى انه نحن جادين ونحن مستمرين بشغلنا.